شكيك لا الله يا بشار، شكيك لا الله، كنا نحبك ونعزك ونقول بشار وبس. مو حرام عليك على الخساير، مو حرام عليك، ما قلبك بحن على الاوادم، ما قلبك بحن على الاطفال. مش عصابات مسلحه، هاي تضربها عصابات مسلحه، شغايل ايديك، شغايل صواريخك، مو حرام عليك؟ مو حرام؟ ما بترهف لها الشعب؟ كان يحبك ويعزك، ما ترهف لها الشعب يا بشار؟ اشكيك لا الله يا بشار، انتو قي روسي وقي ايران، اشكيكم لله، ان شاء الله بتذوقوها، ان شاء الله ببعث لكم ناس تذوقوها، اشكيكم لله، اشكيكم لله، ما بنشكيكم غير لله بس، احنا لينا الله بس. هو الله اللي بيسوي فيكم، الله اللي بجاريكم، انتوا قيروسي اللي بتزيله بالصواريخ، شكيك لله، شكيك لله، شكيك لله على هالخراب اللي بتخرب العالم. وين بتتروح العالم والاطفال؟ وين بتتروح؟ منين بتجيب المصاري؟ عندك يا بشار، من عندك بتجيب المصاري تعذب العالم؟ تعب ايديها، تعب عرقها، مو حرام عليك؟ مو حرام تبقي روسيا جعل يبعث لكم الزنزان، الزنزان اللي زنزلكم يحطكم تحت الارض 66 متر، يبعث لكم 66 متر على تحت، ان شاء الله يبعث لاولادكم مثل ما بيسووها الاولاد والاطفال. اشكيكم لله، اشكيكم لله، ما بنشكيكم غير لله، يا بشار ويا قيروسي وايران، اشكيكم لله بس. ان شاء الله ببعث لكم زنزال، ببعث لكم الزنزال اللي يحطكم بالارض يسكر عليكم ان شاء الله. الخسائر هاي وين بدها نروح؟ ومنين بدنا نجيب مصاري نسوي فيها؟ من عندك يا بشار؟